المشكل اننا حنا كنا في المحل ديالنا وكانت كان واحد الحريق ندالع وكانت واحد السيده مسكينه سخفات وديكو تخنقنا خرجنا. مي الحمد لله جات الوقايه المدنيه في الوقت وجاو رجال الامن في الوقت. مي الحمد لله ما كاينش بزاف ديال الاضرار سوف كو السبب ديال الحريق باقي منعدم باقي ما عرفوش شنو هو ليكزاكتو اوكين ايدي ما عرفناش شنو اكزاكتومون شي كيقول قنينه هاد الكاز شي كيقول شارجور نساو في بيت نعاس كل واحد وكيقول سبب ديال الحريق وباقي مجهول لحد الان. لا كان فريمون الحريق كبير ومسكين غير الغارديان ديال هنايا ديال هاد الشارع اللي حنا فيه والكونسييرج ديال لي مبل هما اللي عتقوا الموقف في الاول كانوا في حال مساكن الناس اللي والجيران هما اللي كانوا كيخويو الماء وسطول هاد الماء وجابوا هذاك الاكستانتور باش طفاو شويه ديال الحريق بين ما جاوا الوقايه المدنيه. هاد العماره هادي الوثائق باش ديك البيرمي دابيتي وهاد انا بالنسبه لي ديك العقد ديك الرسم العقاري اللي شريته مزور وكنتحمل المسؤوليه ديالو حتى شي واحد ما بغى يدير من 2013 والوثائق مزوره وعلمناهم وكاين نصب الاحتيال هادي في هادشي ديال السانديك دا 300 مليون وعلمناهم في 2014 قلنا لهم راه واحد السيد مول الشركه راه دار سانديك وانت حد صفه ديال السانديك ودا 360 مليون من عند الساكنه. هادي غير جزء من نصب الاحتيال ديالو كون كان ما عندناش حنا اصلا ديك لي بوش ديال الماء داكشي ديال الماء داكشي التكنيك ما كاينش عطاو البيرمي دابيتي هاد السيد هذا عنده عمارات وسميتو كنت في العمل ديالي عيطوا عليا قالوا لي عافيه انا عرفت بان ما كاينش لا سيكوريتي هنايا جيت باش نعتق وليداتي في الدار اوغوزمون لقيتهم خرجوا وانا هاد العماره راه الله يحفظ النهار هاد الكراج نهار تشعل فيه العافيه هذا الكوموندون ديال لي سابور بومبي قال لنا نهار تشعل العافيه في الكراج عندكم فيه 4000 متر كتدخل ليه اكثر من 150 سياره ما عندهمش كيفاش قال لنا لي سابور بومبي الشاف ديال لي سابور بومبي الكوموندون قال لنا نهار تشعل لكم العافيه في الكراج غير عولوا بان راه هاد الدار كلها تنزل حيت ما تلبني ما مبنيش عمرك شتي لي كاب تيتبناو بالياجور لي كاب دو سوسول هما عاطين بعدا مرخصين ليها سوسول واحد وباني دو سوسول دار 4000 متر 4000 حسبها في مليون راه 4 المليون درهم لا ما كاينش قنينه غاز وما كاينش شي حاجه كبيره كاين شارجور هذه ديال الهضره اللي كدور دابا الشارجور يعني المشكل ديال الشارجور يعني ديما كيتكرر يعني خاص التوعيه بان الشواحن الغير الاصليه خاصه يعني الافضل ما تداولش نهائيا فهمت يعني خاصها تكون قرارات صارمه فهمتي والحمد لله كانت استجابه يعني سريعه ديال الوقايه المدنيه وديال رجال الامن والساكنه حتى هي كانت يعني حاضيه يعني الجيران بيناتهم حاضين الموقف يعني الدارك والحمد لله ما كانتش خسائر ونعاود نكرر يعني الشواحن هي السبب الشواحن خاص الانسان يتفادى الشواحن الشارجور يتفادى رخيص الثمن يمشي ياخذ شواحن جيده ويحمي الحياه ديالو.